السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه transformmap.co. الموقع دوت بيهتم بان هو بيعمل خرائط مفتوحة المصدر، تقدر تضيف عليها، تقدر تعدل خرائط خاصة بالجريب ماب، بالسستينابيلتي، بالاورجانيك ماب. يعني على سبيل المثال ممكن اقول مثلا عايز جريب ماب، فيبدأ يفتح لي حاجة بالشكل دوت، يبقى فيها المعلومات، وتقدر تدخل على الموقع اللي هو forkme.github، تقدر تضيف اي معلومة انت عايزها، تقدر تعدل زي ما انت عايز لان هو open source. تقدر تلاقي معلومات خاصة بالجرين في المنطقة اللي انت عايزها، تمام. تقدر تعمل زوم هتلاقي في اماكن مختلفة. محتاجين طبعا متطوعين بحيث ان هم يزودوا كمية المعلومات اللي هنا. تقدر تعمل explore، تختار الحاجة اللي انت عايزها، او filter للمعلومات اللي انت عايزها. يعني ممكن مثلا انت عايز حاجات الاورجانيك، تمام، فتشيل الحاجة اللي انت مش عايزها الليست، فتبدأ تشوف المعلومة ويجيب لك كل المعلومات الخاصة بالحاجات الجرين في المكان دوت، او تقول له انا عايز مثلا المعلومات الخاصة بالاورجانيك، فيبدأ يجيب لي المعلومات الخاصة بالاماكن اللي بيها اورجانيك. محتاجة طبعا تعاون من ناس كتيرة. الميزة انها open source، فتقدر تضيف اي معلومة انت عايزها، تمام، وتعدل فيها زي ما انت عايز.